في الكرة النسائية ينطلق 18 أكتوبر ب 12 فريق، وقيمت اليوم قرعة بطولة الدوري لكرة القدم النسائية، والذي ينطلق يوم 18 أكتوبر المقبل بمشاركة 12 فريق. هما الطيران، وادي دجلة، الإعلاميين، الترام، المؤسسة العمالية، المصري، القاهري، سيد المحلة، كفر سعد، والمجموعات العلمية، ومركز شباب بشتيل، والأميرية، والمعادي اليخت. عايز الصورة دي الحقيقة تفضل موجودة، الصورة دي تفضل موجودة. واضح ان في إدارة للكرة النسائية موجودة الآن في اتحاد الكرة، والحقيقة يعني الدكتورة صحر الهواري هي اول من اشتغلت في حتة الكرة النسائية من فترة كبيرة، ثم الحقيقة الموضوع هدي بشكل كبير جدا، ثم ابتدى يعني يظهر تاني من اول وجديد. الحقيقه وجود الدكتوره او وجود الاستاذ الصحر او الاستاذ الصحر عبد الحق، انا ما كنتش متابع بشكل كبير الفتره اللي فاتت، ولكن زي ما قلت لكم يعني حضرت موقف او تجمع لمنتخب الكره النسائيه، شفت الاهتمام والمعسكر والالتزام، وازاي الحقيقه هي موجوده هناك معاهم دقيقه بدقيقه، ازاي متابعه الملف، ازاي عامله له اداره كامله، ازاي الناس في الاتحاد الكره سايبينها تتحرك في هذا الملف بالشكل ده. الحقيقه شيء رائع، يرجع للاداره اللي موجوده دلوقتي في اتحاد الكوره، ويرجع لها عامله مجهود كبير جدا جدا جدا، نتمنى لها ان شاء الله باذن الله يعني الافضل في القادم. مشاهد كلها متحضره بنشوفها كل يوم، قرعه بنشوفها وبنزحها، طول ما انت بتعمل الحدث اذا احنا موجودين، ودي نصيحه للي جاي ودي نصيحه للي فات. طول ما انت بتكبر الحدث وبتعمله احنا موجودين، طول ما انت بتذيع الحدث احنا موجودين، ناس بتبذل مجهود، ناس بتعمل مجهود، ناس عايزه تشتغل في قطاع معين، ناس ما بتشتغلش من ان كره نسائيه ايه وكره صالات ايه وكره شاطئيه ايه، كل حاجه بتاخد حقها وكل حاجه بيتعمل لها الايفنت وكل ملف ما حد شغال فيه بشكل قوي، وده شيء الحقيقه احترم وظاهر في النهايه ومترجم قدامنا على الشاشه. لازم الحاجة كويسة نقول إنها كويسة، والحاجة اللي بتتحسن لازم نقول إنها بتتحسن. تعالوا نشوف تقرير من قرعة دوري الكرة النسائية ونرجع لكم تاني. الدوري اكيد هو المحك الاساسي مفيش شك، بس انا سبقت كده بخطوه ان انا شفت برضو وبشوف الاسبوع القادم ثم الاسبوع بعد القادم كمان، بجمعهم مع بعض لحد ما بيبدا الدوري. يبدا الدوري يوم 18 ان شاء الله، اكيد بسيبهم، قلت هسيبهم 3 اسابيع ان انا بتفرج عليهم انا وجهازي في انديتهم، وبنشوف عادي لعله وعسى مثلا في احيانا ناس ما شفتهاش او ناس شفتها بشكل في وقت ما ثم تألقت بعد كده بشكل تاني، والعكس صحيح، في ناس نزل مستواها، فكل ده بتشوفه قصدي في انديتهم ان شاء الله. ثم بيحصل التجمع الاول في الاسبوع الاول من نوفمبر ان شاء الله، ان انا بعمل معسكر مغلق عشان الوقت ضيق 7 ايام، ان انا بقدر اضم كل اللي اخترناه في الفتره الماضيه. يعني اشتباك بين اللاعبين او اللاعبات عموما اكيد امر مرفوض تماما، ده امر طبيعي، اكيد في تحكيم، في لجنه مسابقات، في عقوبات من الاتحاد، ده أمر طبيعي يعني الاتحاد في النهاية بيفرض كلمته. القرعة تمام، أول مباراة عندنا قوية الحمد لله، تبقى أول ماتش مع الإعلاميين، طبعا فريق كويس وأكيد بنحترم كل الفرق طبعا، وإن شاء الله الدوري إن شاء الله عندنا برضو، يعني وقع مننا السنة اللي فاتت بس ده وارد إن إحنا برضو نقوم، وإحنا أبطال الدوري برضو 10 سنين متتالي، واسم نادي وادي دجلة إن شاء الله هيصدر تاني في الموسم دوت، وإن شاء الله أنا على جدارة يعني بإذن الله نكون حاصدين الدوري والبطولات كتيرة قوي، والتوفيق لنا طبعا للمنتخب والاستقرار ان شاء الله في الدوري. في عواقب كتير حصلت مثلا والفرقه، بس الحمد لله يعني ان شاء الله يبقى السنه دي طبعا افضل من كتير او من تحت، وطبعا كل فريق بيبقى فيه حاجات بتسقط منه، بس ان شاء الله يعني انا شايف ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الدوري السنه دي هيبقى قوي جدا على مستوى الدوري المصري، والفرقه اللي طلعت والفرقه كلها دعمت، وطبعا اسم وادي دجله هيفضل هو البطل. القرعه الجو كان منظم جدا، اتكلمنا كتير على المنتخب، الحمد لله القرعه خدمنا شويه، فاحنا اول ماتش عندنا يعني القرعه بدا معايا تدريجي زي ما الحمد لله تمنيتها، من الماتشات الاسهل للاصعب، فالحمد لله يعني القرعه زي ما تمنيتها بالظبط النادي المعادي، فان شاء الله يبقى لينا فرصه اكبر ان احنا نحقق التارجت بتاع النادي المعادي،
السنه اللي قبل فاتت كنا المركز الخامس نص جدول، السنه اللي قبلها كان حصل شويه مشاكل كنا بننافس على الهبوط، السنه دي ان شاء الله حاطين تارجت نبقى في اول اربع مراكز، فالقرعه خدمانا في حاجه زي كده ان شاء الله. يعني الدوري الموسم القادم ازاي وهدفكم طبعا كمركز الشباب الامريكي؟ احنا هدفنا المنافسه على بطوله الدارع، لان احنا اول سنه مشاركه في الدوري الممتاز، السنه اللي فاتت مفنشين رابع، فاحنا طموحنا السنه دي ودعمنا الفريق بلاعبات مميزات جدا، طموحنا ان احنا نصعد للدوري الممتاز ناخد البطوله باذن الله. كل الشكر طبعا للدكتورة سهر عبد الحق على المجهود الكبير ده، وكل الشكر للكابتن حسين عبد اللطيف. مهمة تقيلة ومهمة كبيرة مع محمد محسن، مع كابتن فايزة، مع المجموعة كلهم اللي موجودين معاه، ولكن أكيد بداية مختلفة. نتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق في القادم.